بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الاستغفار. قال أبو داود رحمه الله: باب في الاستغفار. ثم ذكر رواية عن أبي بصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال المحقق: أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، ولكن نجد أن المعنى معنى صحيح، في أن الإنسان ما ينبغي أن يفعل المعصية وأن يصر على فعلها حتى لو كانت من الصغائر، حتى لو كانت من الصغائر، فلا إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، أي أن إصرار العبد على فعل الصغيرة يحولها إلى كبيرة، هذا لأنه هيكون من باب الاستهزاء أو الاستهانة بمعاصي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ليس المقصد من ذلك هو أن الإنسان يستهين بفعل تلك الصغار أو بفعل المعصية بصفة عامة، ولكن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد تزل تلك القدم في فعل المعصية دون إصرار منه على فعلها، فيعود وينيب إلى رب سبحانه وتعالى حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان في تقنية العبد من رحمة ربه سبحانه وتعالى أو تيئيس العبد من رحمة الله تبارك وتعالى. فلذلك قال بعض العلماء: المصر والذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب. قال: المصر والذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب. وبالتالي عدم الندم على فعل المعصية، عدم الندم على فعل المعصية. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المتقين، بيتكلم عن المتقين وعن صفات المتقين، وإن القدم لو زلت في فعل معصية من المعاصي، ولكن ينبغي ألا يكون بإصرار، ألا ينبغي أن يكون بإصرار، ولكن قد تكون دواعي المعصية قد اجتمعت وتزل قدم الإنسان في تلك المعصية دون تعمد لفعل المعصية، وكذلك إن فعل المعصية أظهر ذلك الندم وأظهر تلك التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا، يبقى دون أن يكون هناك إصرار. ولذلك لم قال بعض العلماء: المصر والذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قلنا ليس المقصد هو دفع العباد على الجرأة على معاصي رب سبحانه وتعالى، ولكن حتى نسد ذلك المنفذ على الشيطان حتى لا يدخل لذلك العاصي ويقند ذلك العاصي من رحمة رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. قلنا عشان نغلق الباب تماما على الشيطان، قلنا في أحيان كثيرة الشيطان بيدخل الإنسان وعلى ذلك يوحي للإنسان يعني أنه قد فعل المعصية ثم
أظهر الندم وفعل المعصية مرة ثانية وأظهر الندم على ذلك، يبقى الشيطان يقنط الإنسان ويأس الإنسان من رحمة ربي سبحانه وتعالى. فما ينبغي الإنسان أن يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وينبغي للإنسان أن أيضا يلازم ذلك الاستغفار والتوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى، كما دعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أستغفر وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى قلنا هذه دعوة، قلنا حتى نلازم بين الاستغفار والتوبة، والاستغفار في حد ذاته عبادة يتقرب الإنسان ربي سبحانه وتعالى، وكذلك التوبة. ليس بالحتم واللزوم أن نذكر ذلك الاستغفار عند وقوع الإنسان في الذنب، الإنسان لا يخلو أبدا من تقصير في طاعة الله تبارك وتعالى أو تقصير في شكر نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، فنلازم بين الاستغفار والتوبة والإنابة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال العلماء: هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، ليس على سبيل أنه أذنب، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله سبحانه وتعالى وما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كما يقول العلماء لا يخلو، يعني هذا نوع من أنواع السهو لا يخلو منه البشر. الإمام النووي رحمه الله يوجه هذا الكلام ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشغل بمصالح الأمة ومصالح العباد، فقد ينشغل عن ذلك الذكر باللسان، لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذلك الأمر، لا يغفل عن ذلك الأمر. لذلك وجه العلماء هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، قال يستغفر، لأنه لم يكن ذاكر الرب سبحانه وتعالى باللسان مع ذكر رب سبحانه وتعالى، عدم الغفلة عن ذكر رب سبحانه وتعالى بقلبه، ولكن لما انقطع عن الذكر، قلنا كنتيجة لأن هذا المكان يعني لا يصح للإنسان يكون ذاكر رب سبحانه وتعالى، هذا يتنافى مع الذكر، فكان ينقطع عن ذكر اللسان، لكن ذكر القلب ما زال موجودا، فكان يستغفر أنه قد انقطع عن ذكر اللسان. قلنا على الرغم من دي حاجة بيحتاج إليها الإنسان وليست بيد الإنسان، كذلك أيضا قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وكأن نتيجة الانشغال بمصالح العباد ومصالح الأمة في بيان هذا التشريع وكيفية التطبيق، فعند ذلك لما انقطع عن الذكر بلسانه يبقى عند ذلك قال هذه المقولة، وكان ده السبب في استغفاره في كل يوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي رحمه الله يقول: هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، قال الكلام ده متشابه، يا ترى ازاي يغنى على قلبي؟ فهل عند ذلك نقف، يعني هل نقف ولا نحتاج إلى تفسير؟ طبعا علماء فسروا الكلام ده بأوجه كثيرة، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن احنا بنذكر كلام الإمام النووي رحمه الله. الإمام السيوطي رحمه الله يقول: هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، يبقى ازاي يا ترى يغنى على قلبي؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ قال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، وأمسك عند ذلك على الكلام. وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحصل له هذه الحالة الداعية إلى الاستغفار فيستغفر في كل يوم 100 مرة، فكيف بحال غيره؟ كيف بحال العباد لما ده يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يلازم الاستغفار وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما بيستغفر ليس كنتيجة فعل معصية، ولكن كما بينا كنتيجة أنه قد انقطع عن ذكر اللسان مع وجود ذكر القلب، ومن قطع عن ذكر اللسان إلا كنتيجة لانشغاله بمصالح الأمة، وكذلك بيان ذلك التشريع الذي لا يستبين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يتأمل هذا الكلام: وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وليترى طبحنا في صحيفة الأعمال بتاعتنا قال كل يوم بيوجد هذا العدد من الاستغفار، وما ننساش أيضا الاستغفار يبقى هذا العدد، قلنا العبادة ليست بكم فقط، كم وكيف، قلنا لابد من التلازم ولابد من تصحيح المصطلحات. احنا دايما العبادة عندنا عبارة عن كم، ممكن تجد في صحيفة الإنسان أنه يستغفر في كل يوم 100 مرة، لكن يا ترى يستغفر بنفس أيضا الأداء الذي كان يؤدي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأداء مختلف؟
دايما ننتبه كده، احنا بنحتاج ان احنا نؤدي ذلك الاداء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي به، لكن دايما احنا بنبقى عندنا حرص شديد على الكم، وبالتالي الانسان لو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة يبقى كان كعدل 10 رقاب من ولد اسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت نظن ان هو لو احنا حققناها بالعدد بس عدد، نقول لابد ان يكون لها معنى، معنى بيستصحب مع ذلك الذكر، معنى بيستصحب مع ذلك الذكر. قلنا تركيب ذلك الذكر لابد ان احنا نعي تركيب ذلك الذكر ومعناه ومدلوله، وبالتالي نقول ان ده معنى لابد ان يبث ويزرع في القلب، ونستصحب ذلك المعنى عند النطق به. دايما نتذكر كده ان النطق بالذكر يبقى قبل ذلك نقول ان القلب نطق بذلك وعبر اللسان، دايما نقول ان اللسان ده هو آلة التعبير عما كان في قلب الانسان. لما انت بتحب انسان تقول يا فلان اني لا احبك، يا ترى الكلام ده ايه معناه؟ يبقى ده عمل قلبي موجود انت بتترجمه عن طريق اللسان، والا المحبة مش بتعقل عن طريق لسان الانسان فقط. كذلك الاستغفار، يبقى نجد ان العبد كده يستغفر يشعر بالتقصير، يشعر بضعفه، وكذلك ايضا ان كان هناك ذنب يندم على الذنب، والندم ده لابد ان يصدر من قلبه. فعندما يقول استغفر الله يبقى عند ذلك نقول فعلا اعلم، مش عبارة عن كلمة بنقولها، اعلم فعلا ان انا مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، او ان العبد مرتكب ذنب، او ان العبد مهما يعني يفعل من طاعات هو لا يقوى على ان يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده شعور قلنا موجود في القلب كده، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قلنا لما تغيير المنكر بالقلب ده مش معنى يقولك والله انكر بقلبك، انكر بقلبك ولكن القلب لما يتغير، قلنا حاله يعني لم يتغير، قلنا انكر بالقلب ده يبقى نشعر كده بتنغيث في حياتنا، تنغيث ان احنا بنرى ذلك المنكر ولا نقوى على تغييره. مش عبارة بقى الله انكر بقلبك كده، بهي كلمة بتقال فين انكر القلب، ينظر الى حالك كده انت بتنكر بقلبك فعلا، يعني بتجد فعلك انت بتجد غصة في حلقك وفي صدرك وفي قلبك كده كنتيجة رؤية تلك المعاصي. يبقى ده هو التغيير بالقلب اساسا. يبقى نقول زي الانسان كده لو وفد عليه حزن بيجد الحزن في قلبه، لو وفد عليك فرح او سرور بتجد هذا الفرح وسرور في قلبك، انت بتشعر بتغير القلب، تشعر كده ان في تغير في القلب. الان يعني في فرحة شديدة وجدت في قلب الانسان، الان وجد حزن شديد وجد في قلب الانسان، في الشك انك انت بتشعر بذلك التغير. كذلك ايضا يبقى لابد ان احنا نشعر بذلك التغير. لما اقول استغفر الله يبقى اعلم فعلا انني مقصر في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا يبقى الندم لو كان هناك ذنب من هذه الذنوب، وكذلك ايضا العبد يشعر انه لن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى بتخرج هذه الكلمة من قلبي قبل ان انطق بها بلساني. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني استغفر الله في كل يوم 100 مرة. يبقى لو الواحد حط في صحيفة الاعمال بتاعته اليومية او في المفكرة اليومية هذا الاستغفار، بند الاستغفار استغفر 100 مرة، يبقى ايضا اقول يا ترى كيفية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم عشان احقق الاستغفار ده هو ككم وكيف، ككم وكيف. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال العلماء في ذلك توب علي أي ارجع علي بالرحمة، أو وفقني للتوبة، أو اقبل توبتي، أو اقبل توبتي. قال وبذلك ينبغي ألا تلفظ بذلك إلا إن كان صادقا، وأن يكون بين يدي الله، وإلا كان بين يدي الله سبحانه وتعالى كذبا منافقا. يعني العلماء بيوجهوا كلامه ويقولون ينبغي لما أجي أقول كده وأتوب إليك أو توب علي يبقى فعلا أنا بطلب هذا الأمر ربي سبحانه وتعالى، وأنا أخذ بكل لسان الأسباب في إقلاع لسان المعصية وأيضا في جبر ذلك
الخلل في الطاعات، وبالتالي أعلم عجزي وأعلم تقصيري مهما أبذل من مجهود. يبقى نقول والله أنا يعني ببذل كل ما أستطيع من جهد، ولكن مع ذلك أعلم عجزي في عدم الوفاء بنعم الرب سبحانه وتعالى، أعلم عجزي أن أنا أيضا مقصر في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان بيشرد، يعني كان حتى لو كان في الصلاة بيشرد عند فعل الطاعات بيشرد، فعند ذلك اعلم أن هذا عجز البشر، وبالتالي نقول دايما بنحتاج إلى استغفار وأنه لازم هذا الاستغفار. لذلك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مجلس الواحد قال رب اغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الرحيم، وده التعبد لله تبارك وتعالى وأسماء وصفاته. والله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى نجد أن دي عبادة الأولياء والأتقياء، عبادة الأنبياء عبادة الأولياء والأتقياء، هو ملازمة التوبة والاستغفار، قلنا فيها التعبد لله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته. إزاي نحقق هذه العبودية؟ يبقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. يبقى صورة تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. قال العلماء وأتوب إليه ينبغي ألا يتلفظ بذلك إلا إن كان صادقا. يبقى لما أجي أقول كده اللهم إني أتوب إليك تبقى أنت صادق في التوبة، يبقى معنى كده مش عبارة عن كلمة نقول، مش عبارة عن ذكر احنا حفظناه، لا أتوب إليك فعلا أستغفر الله، يبقى أستغفر الله. يبقى نقول إن احنا أساسا يبقى الإنسان أقلع عن معصيته أو عن ذلك الذنب، أو إن هو قام بجبر ذلك الخلل في طاعاته، وكذلك أيضا بذل ذلك الجهد في شكر رب سبحانه وتعالى على نعمائه، ويعلم مع ذلك أنه يعني هو ده مقدوره، وده أساسا ما كان في يعني ما كان يستطيعه، لكن مع ذلك لما يتوب يبقى عند ذلك نقول إن فعلا بيستجمع ذلك الأمر. ينفعش أن أقول اللهم إني أتوب إليك وهو ما زال على المعصية، أو إن هي أساسا ما لهاش مدلول ولا مفهوم في حياتي. يبقى دايما كده ناخد بالنا الأذكار، وإلا ما الفرق بين أستغفر الله وأتوب إلى الله ونيب إلى ربي؟ إيه الفرق ما بينهم؟ هل الفرق يا ترى في مبنى الكلمة ولا في المعاني الدل عليها؟ في المعاني. طب يا ترى بتستشعر المعاني إزاي؟ يبقى معاني لابد أن تبث بصورة صحيحة في قلب الإنسان. وقلنا مع كل ذكر إحنا نتلفظ به يبقى كأننا بنقوم بفتح هذه الصفحة في قلبي. يبقى القلب لابد من فتحه دون أن يكون به ذلك الغلق وذلك القفل، وبالتالي يبقى بيدعو والإنسان يدعو، ونقول القلب في يعني اتجاه آخر، القلب في اتجاه آخر تماما، ولكن هو لسانه لا يفتر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا يفتر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. نقول على ذلك يبقى ينبغي أنك أنت عندما لا تفتر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى يبقى نقول القلب أولا، يعني هو أولى بذلك الأمر، واللسان يعبر عشان يبقى فيه التلازم والمواطاة بين ذكر القلب وذكر اللسان. قال بعض السلف إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربي. قال الإنسان اللي هو بيستغفر من الذنب ومازال مقيم على الذنب أو مصر على الذنب، هذا حاله كحال المستهزئ بربي. وقلنا دايما البعض بيحتج بقول الله تبارك وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، يحتج بأن الله تعالى غفور رحيم. نقول يعني غفور رحيم مش معناه أنك أنت تبقى عندك إصرار على الذنب أو أنت مقيم على الذنب وتقول أن ربي غفور رحيم، وإلا بدأ نوع من أنواع الاستهزاء، وإلا فالمعنى الحقيقي أن ربي فعلا غفور رحيم، ولكن ليس بذلك هو دفع العبد أن يتجرع على المعصية، لكن نقول ده حينشئ عند العبد خلق الحياة من ربي سبحانه وتعالى. أعلم أن ربي غفور رحيم ده يدفعني أن أنا أتخلق بخلق الحياة، والحياة بيدفع الإنسان أنه هو يلازم الطاعات ويبتعد عن المعاصي. يبقى استحي من ربي سبحانه وتعالى أن أفعل المعصية وربي سبحانه وتعالى كلما استغفرت غفر لي، أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن أفعل هذه المعصية وكلما تبت إلى ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل يتوب علينا، طالما كنا مستجمعين لشروط التوبة النصوح. يبقى الواحد هيستحي مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى
عند ذلك أستحي من ربي سبحانه وتعالى وأعلم يقينا أن ربي غفور رحيم، وده اللي بيدفعني أساسا أن أنا أستغفر من ذلك الذنب ولا أيأس من رحمة ربي سبحانه وتعالى. لكن ده ما يدفعكش أنك أنت تتجرأ على فعل المعصية، وإلا حالك حال المستهزئ بربي سبحانه وتعالى، كما بينا قبل ذلك أنك أنت لا تغتر بحلم ربك سبحانه وتعالى عليك ويدفعك إلى المعصية. يبقى لما أنا كده يعني أرى حلم ربي سبحانه وتعالى علي، ماذا أفعل؟ أستحي من ربي سبحانه وتعالى، أستحي، نقول ربنا سبحانه وتعالى يعطيني الفرصة بعد الفرصة، أتوب بعدما يقع الإنسان في الذنب مثلا بيتوب يا ربي، يقع في الذنب يتوب يا ربي سبحانه وتعالى، فيستحي العبد، قلنا يستحي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمهل ذلك العبد، لم تنزع عنه تلك العقوبة التي تأخذ ذلك الإنسان، ولكن ما زالنا في سعة وفي عافية وفي رحمة من الرب تبارك وتعالى. فيبقى على ذلك نقول يبقى ده بيعدل الإنسان من مصاري، ده بيدفعك أنك أنت تعدل من مصارك. يبقى تعرف العبد على ربي سبحانه وتعالى أسماء وصفاته، قلنا حينشأ من خلال هذا الإجلال والتعظيم في قلبي، والإجلال والتعظيم ده في قلبي، يبقى عند ذلك حنرى أثر ذلك على سلوك الإنسان، هيبقى ضابط لأقوالي، ضابط لأفعالي، كان يعني متأولا ما قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. قال رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. مع أن الفرار من الزحف ده يعني من السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما أمر أن نجتنب السبع الموبقات منها الفرار من الزحف، لكن بيّن أن الاستغفار يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمحو به ذلك الذنب حتى لو كانت هذه كبيرة، حتى لو كانت تلك كبيرة، قلنا عشان يعني الإنسان يبقى مقبل على ربي سبحانه وتعالى ونسد ذلك المنفذ على الشيطان. ولكن كما قال أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يبقى لما أجي أقول أتوب إليه يبقى بينبغي أن أنا أكون صادق فعلا بتوب، بنقلع عن المعاصي أو عن ذلك التقصير، وفعلا أن أنا بستجمع شروط تلك التوبة حتى يغفر لي ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، ولكن هذه رواية طبعا موافقة لقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى الآية دي على الرغم من الرواية ضعيفة لكنها موافقة لكلام الرب سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا نقول الاستغفار إزاي بينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة، يبقى استغفار بينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده الاستغفار هو، يبقى الاستغفار هو العبد يستغفر من ذنب أو من تقصير في طاعة ربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل يغفر لذلك العبد في الآخرة. وكذلك أيضا يعطى العبد أيضا في الدنيا، بينا أن المؤمن بيعطى بحسناته في الدنيا والآخرة، المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، وكما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى ده في الدنيا، وبالتالي نقول أن المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا وكذلك يطعم بحسناته في الآخرة، وهذا من عطايا ومنن الرب سبحانه وتعالى ومن إحسان الرب وإفضال الرب سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. ولذلك كما قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب، وبعد ذلك أيضا أدى عطايا الدنيا. يبقى لمن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى يلازم الاستغفار والتوبة
والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى يداوم على ذلك. وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الرحيم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم بين الاستغفار والتوبة، كان يلازم بين الاستغفار والتوبة. قلنا يبقى الاستغفار والتوبة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي قال: من لزم الاستغفار يبقى داوم عليه لم ينقطع، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك كما ورد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويبقى ده أساسا ملازمة الإنسان للاستغفار والتوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد العزيز ابن صهيب أنه قال: سأل قتادة أنس: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى قتادة رحمه الله بيسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. يبقى ننظر كده إلى تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما في الرواية: سأل قتادة أنس: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ إيه أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلازمه وكان يدعو به؟ فقال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. يبقى كان يدخل هذا الدعاء، بيدخل هذا الدعاء، وده كان حال أنس بن مالك رضي الله عنه وحال الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم أن أنس رضي الله عنه يقول مش في الدعاء فقط، ده كان في الطعام. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، نجد أن أنس يعني ما وجد سبيلا يضع فيه أي طعام بيطعمه ذلك الدباء إلا وكان يفعل، محبوش إلا لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام. نتخيل كده الصحابة رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم حب ذلك الطعام، يبقى نجد أن أنس بن مالك رضي الله عنه حب ذلك الطعام، وكان يدخل هذا الطعام في كل طعام بيطعمه. يبقى نقول ده أساسا يعني زيادة في مسألة الاتباع. فأنس بن مالك رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يبقى جماع الدعاء، كان يستحب الجماع في الدعاء وكذلك ويدع ما سوى ذلك. يبقى كان يبقى كلام جامع، يبقى جامع الدعاء وكان بيدع ما سوى ذلك. يبقى كلمات كلها كانت كلمات جامعة، هذا من الدعاء الجامع: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، يبقى هذه الدنيا، وفي الآخرة حسنة وهذه الآخرة، وقنا عذاب النار. وقلنا وقنا عذاب النار ده كان الدعوة التي كان يواظب عليها الأتقياء والأولياء، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: أخذوا بكل سبب أسباب النجاة ومع ذلك لا يأمنوا إلى ذلك ولا يركنوا إلى ذلك، لكن كانت هذه القلوب معلقة بربها سبحانه وتعالى. لذلك ما قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. يبقى نقول أنه الدعاء ده كان أنس بن مالك رضي الله عنه يلازم هذا الدعاء بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو يكثر من ذلك الدعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى نقول هذا دعاء جامع، يبقى هذا دعاء جامع من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه أمري الدنيا والآخرة، بالإضافة أنه أيضا دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه النار، أخذ بكل سبب الأسباب نجاة الإنسان من النار، ومع ذلك لا يركن ولا يتكل على هذه الأسباب ولا على أعماله، ولكن القلب لا يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى، أن يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى بكليته. ثم ذكر بعد ذلك أيضا رواية أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى القلب كده عشان يبقى أنت صادق في دعوتك أو صادق في ذلك الاستغفار، قلنا يترتب عليه يعني هذه المزايا وتلك المنح من الرب سبحانه وتعالى. يبقى ممكن الإنسان كده لسانه بيلهج كده بذكر رب سبحانه وتعالى مع غفلة القلب، أو يدعو بذلك الدعاء مع غفلة القلب، نقول لا، يبقى أنت صادق، يبقى أنت بتدري ما تقول، بتدري ما تطلب من ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. الشهادة طبعا لها يعني موقع، يعني لها موقع عند المؤمن، ومعلوم الشهادة يعني كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي المنح التي بتعطى لذلك الشهيد. وبالتالي نقول قد لا تتوافر يعني الأوضاع لذلك المؤمن أن يلحق بالشهداء، فعند ذلك نجد أنه يعقد في قلبه ويتمنى لو قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، لو قتل في سبيل، لو كان صادقا في هذه الدعوة، فربنا سبحانه وتعالى يبلغ هذا العبد المؤمن منازل الشهداء حتى لو مات على فراش، حتى لو مات على فراش. هذه منح من الرب سبحانه وتعالى، هذه منح من الرب سبحانه وتعالى. لكن كما بينا ان المعيار في هذا الامر هو صدق الانسان، صدق الانسان، يبقى صدق النية. وان عشان انت تبقى صادق في النية يبقى لابد من معالجة القلب ابتداء. يعني ازاي الانسان يبقى صادق في نيته؟ النية دي عمل من اعمال القلوب، فلا بد اساسا من يعني صيانه القلب ورعايه القلب، ولا بد من ازاله اي عائق من العوائق التي تمنع امثال تلك النيه الصالحه. هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى، يبقى لابد ان احنا نعلم ان ده رزق من الرب سبحانه وتعالى. الشهاده اساسا رزق من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا قلنا عشان انت تصل الى نيه صادقه يبقى بنحتاج ان احنا نعالج القلب، يبقى لابد من معالجه القلب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. احنا دايما بنتناول الرواية دهيت وكل حافظ الرواية، لكن نقول بأداة صلاح القلب إزاي نصلحه، إزاي أزيل أي معلم أو أي عائق من العوائق التي تبث في قلب الإنسان بتحجز الإنسان وتمنع الإنسان أن يكون صادقا في نيته. وبالتالي الصدق في النية عايز ابتداء صدق الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، صدق الإيمان. يبقى نقول أن الإسلام عبارة عن منظومة متكاملة، إنسان الإسلام ده منظومة متكاملة. لا تظن أن ده إنسان بيطلب الشهادة بصدق هو على معصية أو تقصير في طاعة، ده كل إسلام ده منظومة متكاملة. يبقى صادق مع رب سبحانه وتعالى، صادق في الإيمان، فبيرزق ذلك الصدق. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر كده العبد الثاني، قال: عبد رزقه الله تعالى علما ويرزقه مالا، فقال: أن لي مثل فلان لعملت معه فلان، وهو صادق في نيته. يقول هو صادق في نيته، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. قال الشاهد من كده، قال: صادق في نيته، صدق النية. وممكن الإنسان كده يقول لك: أنا لو معايا مال لأنفقت كذا وكذا، يا ترى هو صادق النية ولا لا؟ ممكن الإنسان لأنه معهوش مال ممكن يتكلم بهذا الكلام، ولكن نقول صدق النية، الكلام ده فعلا منبعث من قلبي ولا لا، فعلا صادق في قلبي ولا لا، ولو أعطاه ربنا سبحانه وتعالى هيكون صادق فيما عزم عليه ولا لا. يبقى ممكن الإنسان يبقى عازم على شيء، لكن لما يتوافر الشيء ده يا ترى بيبقى فعلا صدق العزم ده موجود ولا لا. فعلى ذلك هذا صادق في نيته، صادق في نيته. وإن عشان يبقى أنت صادق في النية لابد أن أقوم بعلاج القلب أولا، ولابد أن أنا أكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى، صادق في الإيمان، صادق في الإيمان. فده اللي بيدفع الإنسان أنه هو يبقى عالج القلب، وبالتالي أعمال القلوب لما بتصدر من الإنسان بتصدر بصورة صحيحة، لأنه سبق علاج القلب، فهذا قلب سليم خالي من الشركيات وخالي أيضا من العوائق التي تحجز وتحجب ذلك الإنسان عن أمثال تلك الطاعات. قلت رزق وفير، يعني ده رزق وفير. الإنسان لما يتاجر بالنية، هذه تجارة الفقهاء كما قال العلماء، النية دي تجارة الفقهاء، لكن يا ترى إمتى بنصل إليها؟ امتى بنصل الى ذلك؟ نقول ده الامر محتاج الى علاج طويل، وكذلك ايضا الى ازاله اي معلم او اي عائق من العوائق التي تمنع او تحجز هذا الانسان من هذه الطاعات. ولذلك نقول ان بيبقى في امراض قلبيه بتحجز الانسان، تمنع الانسان، فلا بد من علاج القلب حتى ناتي بذلك القلب السليم الخالي من معالم الشرك والخالي من العوائق التي تمنعه
من أمثال تلك الطاعة. طاعه طاعة، تخيل إن إحنا بالنية الصادقة نصل إلى منازل الشهداء لو مات الإنسان على فراشه، ولكن كان يسأل الشهادة بصدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنية فعل الخير، يعني نية فعل الخير، لكن كما بينا يبقى لابد من علاج القلب أساسا، نصل إلى هذا القلب أن يكون هذا قلب سليم، يبقى خالي من أي عوائق وخالي من أي معنى من معالم الشركيات. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرزق هذا الإنسان ذلك العمل الذي تقرب به إلى رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. وده كان أسلوب الصحابة في الاستماع، عندهم جودة الاستماع، وعندهم أيضا حضور القلب عندما يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش بقى حاضر يعني سماع أنه هو يسمع بأذنيه فقط، لكن ده سماع القبول والإجابة. نقول عندما يجلس في مجلس من هذه المجالس لكي يستمع إلى ذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، نجد أنه هو سماع القبول والإجابة ده هو الموجود معاه ابتداء، وبالتالي سماع الإدراك إلا هي حالة حالة يعني من حالات. أول ما بيسمع سماع الإدراك بيبقى بينزل على طول على سماع القبول والإجابة، وبالتالي بتجد التنفيذ الفوري عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه، يبقى بالعمل بما شاء أن ينفعني، يبقى على طول كان التنفيذ الفوري للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا ليه؟ لأن الصحابة نقول ما فيش وقت، يعني هو لازم ينفذ عشان في كلام تاني جاي، في أحكام تانية، في نقول سلوكيات أخرى، فكان لابد أنه ينتهي. أول ما يستمع الرواية كان بينتهي من العمل بها، قلنا لأنه مهيأ بعد ذلك الاستماع إلى الروايات الأخرى أو إلى ما نزل من الرب تبارك وتعالى من ذلك الوحي. قال: إذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. مش معنى كده أنه ما كانش بياخد بحديث الأحاد، لكن لا يعني، أو بياخدش مثلا بقول واحد فقط، لكن ده عشان يستوثق من ذلك الخبر، عشان يستوثق من ذلك الخبر. قال: فإذا حلف لي صدقته. فقال: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فأنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية، كان أدي تأويلهم لتلك: أو الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. ماذا يفعل لما يذنب الذنب؟ قام في يتطهر، يبقى سواء اغتسل أو توضأ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ تلك الآية. يبقى نقول دي استعدادات كلها، يعني يتهيأ بها الإنسان، يتهيأ بها الإنسان. ومعلوم طبعا الوضوء وفضل الوضوء كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الوضوء وكيف تمحى الذنوب من خلال أيضا قطر الماء الذي يخرج من عضو ذلك العبد عند الوضوء. يبقى لابد كما بينا أن مسألة العبادات لازم نعرف فضل كل عبادة والعبادات، لأن ده بيبقى حافز يدفع الإنسان أنه هو أساسا يأتي لتلك العبادة. يبقى فضل الوضوء، فضل الصلاة، فضل الاستغفار، فضل كذا، قلنا لأن ده بيبقى عبارة عن حافز، يبقى حافز بيدفع الإنسان أنه يلتزم تلك الطاعات. فالوضوء معلوم كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الوضوء ذاته، وقلنا بينزل أيضا ذلك الذنب مع آخر قطر الماء من كل عضو من الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الذكر من بعد الوضوء
وأيضا تلك المنح التي أعطانا إياها ربنا سبحانه وتعالى لما يواظب الإنسان على ذلك الذكر من بعد الوضوء. فقلنا منن كثيرة جدا، وبالتالي كما قال أذنب ذنب فعند ذلك حيتوضأ. قلنا الذنب ده ممكن يكون بلسان بعينيه بيديه، يبقى عند ذلك نقول الوضوء بيغفر من خلاله تلك الذنوب لأنه الحسنات الماحية كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيحسن الطهور، ودايما كده إحسان وتجويد العمل، إحسان وتجويد العمل. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دوما يؤكد على إحسان العبد الوضوء، قلنا لأن الإحسان ده نقول خلق لابد أن يبث في الإنسان، يبقى خلق الإحسان ده خلق موجود في أداء العبادات في أداء أي صورة من الصور، يبقى عنده خلق الإحسان كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى حتى نقول في التعامل يعني مع الحيوان، يبقى صورة الإحسان إحسان ده خلق، خلق نقول مبثوث في الإنسان لو بث بصورة صحيحة هنجد هذا الخلق يتعامل به الإنسان دوما. قلنا مع نفسه حتى مع الحجر ومع الشجر يتعامل بخلق الإحسان، قلنا لأن ده خلق أساسا ملازم لذلك الإنسان. فكذلك نقول أولى ما يظهر منك هو مع العبادات، أن تحسن وتجود تلك العبادات، أنك أنت تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. نزام الإنسان كده فعل معصية، عشان نمحو المعصية يبقى نفعل طاعة، أدي معنى الكلام، يبقى احنا فعلنا طاعة. الوضوء قلنا في حد ذاته يغفر به ذلك الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع آخر قطر الماء مع كل عضو من الأعضاء، يبقى دي أدي نقول حسنة ماحية. إضافة قام فصلي هذه حسنة ماحية، زي ما هو أذنب يبقى في المقابل يفعل طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى أدي تأويل الآيات. فعشان كده يبقى لما الإنسان يفعل ذنب قم فتوضأ ثم صلي، نقول لك ترى العبادة هتعمل إيه؟ ما هو زي ما احنا عمل معصية يبقى مقابل معصية دي عشان ندفعها عننا بنفعل طاعة، بنفعل طاعة فعند ذلك ندفع عنا تلك المعصية. الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى عشان نمحو أقوم بمحو تلك المعصية يبقى بننشئ طاعة حتى نمحو من خلالها تلك المعصية. وكانت أولا تلك الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، يبقى دايما كده قد تتوافر دواعي المعصية تزل قدم الإنسان، لكن مش معنى كده ان هو يعني ينسى نفسه ويغرق ايضا في تلك السيئات، لكن عاد وتاب واناب الى رب سبحانه وتعالى من قريب، ولا مجال ابدا لتيئيس الشيطان للانسان من رحمه ربي سبحانه وتعالى. يبقى مقابل المعصيه يبقى تفعل طاعه، لو انسان هيواظب على ذلك الامر هنجد ان هو يعني هيقلل يستطيع ان هو يعالج هذه المعاصي. نعالجها ازاي؟ بفعل الطاعات. قلنا مش هو يفعل معصية وهيفعل معصية وبعدين يفعل طاعة وبعد تالي مع وجود الإصرار على فعل معصية نقول لا، يبقى لا يكون هناك نوع من أنواع الإصرار على فعل المعصية لأن الله تبارك وتعالى كما قال ولم يصروا على ما فعلوا، لكن نقول زالت القدم يبقى دعلجها، يبقى ده الدواء بتاعها، خلي ده الدواء دايما انك انت تتطهر تتوضأ. قلنا حتى لو كنت على وضوء يبقى تتوضأ، قلنا لأن الوضوء أساسا لذلك الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا أن أنت تقوم فتركع ركعتين ركعتين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى إلا غفر الله سبحانه وتعالى لك ذلك الذنب. ثم ذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لا يدع دبر كل صلاة مكتوبة أن يدعو بذلك الدعاء، يطلب هذه الاستعانة رب سبحانه وتعالى كما بينا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني ولا تعني علي، اللهم أعني ولا تعني علي، يبقى بيطلب أيضا ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى، سواء كان في ذكر رب سبحانه وتعالى نحتاج إلى مدد وعون
أو في شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى نحتاج إلى مدد وعون، أو في عبادة الإنسان لرب سبحانه وتعالى نحتاج إلى مدد وعون. إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى استعانة الإنسان برب سبحانه وتعالى، طلب العبد من رب سبحانه وتعالى ذلك المدد، نقول حتى عند ذكر الإنسان لربه، حتى عند شكر الإنسان لربه، حتى عند عبادة الإنسان لربه، نقول عند ذلك نحن نحتاج إلى ذلك المدد والعون ألا ينفك عنا في أي لحظة من لحظات الحياة. يبقى احنا محتاجين كده ان احنا نستمطر ذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى، ونقول العبد لابد ان يشعر انه افقر ما يكون واعجز ما يكون، انه لا غنى له عن ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد. فقلب العبد لابد ان يكون متعلقا بربي سبحانه وتعالى، وان يستمطر ذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا انه لو انقطع عنه ذلك المدد وذلك العون هلك ذلك الإنسان، هلك ذلك الإنسان. فنحن نحتاج دوما إلى تجديد ذلك العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ونتعلم كيف نستمطر هذه الرحمات من رب سبحانه وتعالى، وكيف لا ينقطع العبد عن ذلك السؤال وذلك المطلب من رب سبحانه، أن يمد ذلك العبد بمدد وعون سبحانه وتعالى، وكذلك أن يوفق ذلك العبد إلى تلك الطاعات. فكان ذلك الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.